عسلامة. عسلامة؟ الحمد لله. أتمنى روحك. اسمي ميسة بن صالح، ناشطة على تيك توك. نحكيو احنا اليوم على تحية العلم الفلسطيني في المدارس التونسية تضامنا مع الشعب الفلسطيني. هذه صورة مش جديدة على تونس، تونس من قبل معرضتها معروفة، هي تدعم في القضية الفلسطينية من عهد بورقيبة، من عهد الرئيس ياسر عرفات جاء بحذينا وجاء وبرشا مستوطنين فلسطينيين جاوا لتونس وداويوا في تونس وعاشوا في تونس ومازالوا توا برشا مستوطنين فلسطينيين يقراوا وموجودين بحذينا ومرحبا بهم في أي وقت والبلاد ديما بلادهم. في ظل الأحداث اللي صارت مؤخرا بعد الهجوم اللي الهجوم التكتيكي اللي عملته حركة حماس من غزة والهجوم على إسرائيل وتم بنجاح، بعد الهجوم هذاك ردت عليه إسرائيل مع عملية طوفان الأقصى، خلينا نقول أكثر وضوح. أيوة، مع عملية طوفان الأقصى إسرائيل طبعا ما قعدتش ساكتة وردت على غزة وقصفت غزة بقوة. وصلوا عدد القتلى 2500 قتيل وعدد الجرحى إلى الآن ليس معروف، ولو يقصفوا في البيوت المدنية والمساجد ردا على الهجوم اللي صار، وهذا يثبت ضعفهم ويثبت اللي هما ما يعرفوش معناتها إنسانية وما يعرفوش معناتها صغار ورجال كبار في السن، يقتلوا العباد الكل ما يهمهمش. الحقيقة هذه حاجة معناتها تحشم، ونحن كعرب لازمنا نقفوا وقفة رجال مع أختنا في فلسطين، ولازمنا كل العرب، رسالة إلى كل رؤساء العرب وإلى كل الشعوب العربية اللي هم لازمهم يقفوا مع فلسطين، لأن فلسطين ليست قضية وطن فقط، إنها قضية المسجد الأقصى، إنه مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم محتلين وقاعدين يدنسوا فيه ويجنسوا فيه، ونحن مسؤولين قدام ربي وعبيده على مصر الرسول، ولازمنا ندافع عليه بكل قوتنا، وإن شاء الله الرسالة دي توصل إلى كل الحكام وإلى كل الشعوب العربية. نحكيو احنا اليوم على موقف تونس كدولة عربية. تونس من قبل هي موقفها باين مع فلسطين، لكن مع رئيسنا ربي يحفظه وربي يطول في عمره وربي يخليه لنا قيس سعيد، زادت بينت ولات واضحة اللي تونس تدعم فلسطين ماديا ومعنويا وكل شيء، بأمر الرئيس قيس سعيد توجهت طائرات مساعدات طبية ومولدات كهربائية وأمر بنقل الجرحى الفلسطينيين للداوي في تونس، وبالعكس هذا موقف يشرفنا ويزيدنا فخر، وإن شاء الله ربي يحفظك قيس سعيد ونحن ديما معك. نحكي الرئيس قيس سعيد لا يقول يصرح لا يكفي أن نصدر البلاغات والمواقف، ولكن يجب أن يكون دعما حقيقيا، أن يكون الدعم دعما حقيقيا. طبعا لازم كل دولة عربية تشارك في الحاجة هذه. أولا أننا نبعث المعونات، المساعدات الطبية والمأكولات والأغطية والحاجات هذوما والألبسة، خاطر ثم برشا أطفال وبرشا رجال كبار في السن ونساء كبار في السن، والحاجة هذه مش واجب على تونس فقط، واجب على كل الدول العربية، الجزائر، ليبيا، ما غير ما نقول نحن هما بطبيعتهم ديما يعاونوا، لكن نحن نحكيو على جيران فلسطين الحد بالحد، هذوكم الأقرب ونورمالمون هما اللي يكونوا بادرين في الحاجه هذه، خاطر هما الاقرب، معناتها ينجموا يوصلوا الحاجات اقرب، مش كيفنا نحن تونس وليبيا، ديما نحن المغرب العربي ابعد شويه، فان شاء الله ان شاء الله حكام العرب يفيقوا ويعاونوا فلسطين. كيفاش ترى انت دعم بقيه الدول العربيه للشعب الفلسطيني؟ والله ثم برشا يقولون ما لا يفعلون، ثم برشا يقولون ما لا يفعلون، يقولون أنهم يساندونهم لكن بالألسنة فقط وليس بالأفعال، ونحن في الزمن ذي اللوج على فعل، لازمنا نفعله وليس نقوله، خاطر هما من اللي احتلوا فلسطين من أول الدهر، وهما يضحكوا علينا، تعرف علاش يضحكوا علينا؟ على خاطر كل عملة يعملوها وكل قصف يقصفوه وكل هجوم يعملوه يستنوا منا ردة فعل ونحن ما نردوش الفعل، علاش هما ماشيين القدام وما همش باش يخفوا اللي نحن ناخذوا موقف، لازم يكون موقف بطولي وموقف مشرف لكل المسلمين، الخطر هذايا راهو خويتنا في الاسلام، هذوما خويتنا في الاسلام، ولازمنا ديما نقفوا معاهم وديما نشرفوهم ولازمنا ديما نعاونوهم، واذا كما قلت لك راهو الموضوع هذايا راهو الله
سبحانه وتعالى باش يسن عليه نهار اخر، خاطر هو مش حكايه قضيه ارض فقط، انها قضيه مزرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وربي سبحانه اسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الاقصى رساله لنا باش يقول لنا راهو المسجد الاقصى مسؤوليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم الله يرحمه وليت مسؤوليه كل المسلمين، ونحن امه سيدنا محمد ويجب علينا ان نقف في فلسطين. أكيد على المساعدات المالية، إيش المساعدات المالية وإلا الغير معناه وإلا حتى الاجتماعية، ألمانيا والنمسا تقطع عن المساعدات عن فلسطين. والله ثم برشا دول تدعم في إسرائيل، كيما أوكرانيا، كيما ألمانيا، كيما بريطانيا، كيما أمريكا، كيما أستراليا، ذوما الكل شعلوا، فرنسا شعلوا برج الإيفل بألوان إسرائيل، شعلوا برشا جسور زادة كيف بألوان إسرائيل، يدعموا في إسرائيل، وهما راهو مهما يدعموهم راهو ما يجوا حتى شيء قدامنا، وربي سبحانه كيقول كن فيكون. موقف تونس واضح كيف ما حكيت انت، وتقريبا تونس اكثر دولة عربية داعمة للشعب الفلسطيني. تونس والجزائر وليبيا معروفين في وقوفهم الى جانب الدولة الفلسطينية، لانه هذيا نحن ذقنا الاستعمار، والعبد اللي ذوق الاستعمار يعرف شنو معناتها استعمار. نحن احتلينا قبل، احتلتنا فرنسا، احتلت تونس وتزاير وليبيا، احتلتها ايطاليا، فلذلك نحن نعرف شنو معناتها عبد يستعمر لك بليد فرنسا زيد. اي تونس وتزاير فرنسا وليبيا ايطاليا، فنحن نعرف شنو معناتها استعمار، نعرف شنو معناتها احتلال، نعرف شنو معناتها اغتصاب نسانا، قتل لرجالنا، تيتيم لاطفالنا، فكين ثرواتنا، معناتها العباد الكل تعرف الحاجه هذيا، فكعلاش نحن كنا من اكثر الدول المناصره للقضيه الفلسطينيه، خاطر نحن حسينا بما مرينا بما مروا هما. خلي لك الكلمه الاخيره. والله انا أطالب من كل الشعوب العربية المسلمة، كل واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نطالبه أنه يقف وقفة رجل، مهما تكون رجل ولا امرأة هو ولا طفل ولا شيخ، لازمنا نقف وقفة رجل لرجل مع بعضنا، ولو كان نحطوا اليد في اليد الكلنا مع بعضنا راهو ما يشدوش في يدينا غلوة. نحكي لك من الاخر بحق معناتها، على خاطر هما ما يجيو حتى شيء، وربي معنا سبحانه وتعالى فوق. جسنا احنا عندنا الجبن والخوف، لازمنا نحيو الجبن ونتشجعوا، وباذن الله تكون وقفة باهية، وان شاء الله فلسطين ديما منصورة، وان شاء الله ديما في الانتصارات، وديما من حسن الى احسن يا ربي، وباذن الله وعد ربي قريب، وفلسطين يعني باش تربح، باش تربح الحرب هذيا. ونحبك كلمة أخيرة، بالله عليكم أيوة ربي زيوا بلافتين في بعضكم، راهو كل الدول العربية والدول المسلمة رانا رحنا خويت في ديننا أولا، خويت في الأرض، خويت في الدم، لازمنا نقفوا مع بعضنا ولازمنا نساندوا بعضنا، على خاطر راهو المخططات الصهيونية والمخططات الأمريكية والأوروبية هو أنه يقسمونا، وأنهم كل مرة ينقزوا على واحدة فينا ويحتلوها وينتهكوها حرمتها ويفكوا لها ثرواتها، ولازمنا نكونوا يد واحدة ونقفوا مع بعضنا، ويزينا بلا فتن، وبلا بلاد هذيك خير من هذيك، والبلاد هذيك أحسن من هذيك، يزيو بلا مقارنات، المقارنات هي اللي تصنع الفتنة هذيا، ولازمنا نكونوا يد واحدة وشعب واحد. ونحب نقول في الأخر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ونحب نقول تحية فلسطين، تحية تونس، تحية الجزائر، وتحية ليبيا، وتحية كل الدول العربية والمسلمة، وشكرا لك. شكرا.